لا تزال أصداء العجز الملياري في الميزانية العامة للدولة للسنة المقبلة، والتي كشفت عنها بيانات وزارة المالية، تتردد في الأوساط الكويتية وعلى مختلف المستويات. وفي السياق، فقد استعرض بعض المتابعين للشأن الاقتصادي رؤيته للإصلاح، موضحا أسباب العجز وتداعياته على الحالة المالية للدولة. في المقابل، أبدى مواطنون المزيد من التخوفات إزاء أي توجه حكومي إلى خيارات سد العجز عن طريق تقليص الدعوم، رغم تأكيد الحكومة أكثر من مرة على تحصينها جيب المواطن وعدم المساس به. نتابع تقرير الزميل خالد الفارس. بعد مضي زمن طويل على تحقيق الفوائد المالية، وجدت الكويت نفسها تسير على سكة تسجيل العجوزات الهائلة والمتوالية لسنوات عدة. ويرى أصحاب الاختصاص أن انهيار أسعار النفط تسبب في تكبد الكويت خسائر كبيرة، بالإضافة إلى ما تسببت به أزمة كورونا من ضرر خلف وراءه تداعيات اقتصادية. تركيبة الإيرادات أو تركيبة الميزانية الحكومية، اللوائح والأسس التي وضعت عليها الميزانية تختلف بين حقيقتها وبين ما يفهمه الجمهور. الجمهور يفهم أن ثروات الكويت جميعها تدخل في الإيرادات، ولكن مفهوم العجز فقط إيرادات فترة محددة، سنة مالية واحدة، وليس ما تملكه الكويت من ثروات. هذه ثروات موجودة. خطط التمويل إذا ما كان هناك عجز، من أين تأتي بالتمويل؟ هل من الاقتراض؟ هل ببيع مثلا أصول مدرة؟ هل ببيع أصول غير مدرة؟ هل هناك عدة حقيقة طرق للتمويل؟ يجب اختيار الطريقة الأمثل أو الأفضل، أي والتي لا تؤثر أيضا على التصنيف الائتماني للكويت. كلما كان هناك تأثير على التصنيف الائتماني، كلما زادت تكلفة هذه الأموال المقترضة. دائما الصناديق السيادية هي استثمارات مدرة للدخل، ونسب الدخل أعلى كثيرا من نسب تكلفة هذه الأموال. إذا أقترض أنا بنسبة ب3% ب4%، وهذه الاستثمارات أكسب منها 7%، إذن أفضل أن أقترض على أن أبيع هذه الاستثمار، ناهيك عن أسعار هذه الاستثمارات في زيادة مستمرة. أنا أقترض لفترات طويلة، ل15 سنوات، إذن هذه الاستثمارات أبقيها. في المقابل، يرفض الشارع الكويتي خيار اللجوء إلى تقليص الدعوم والمساس بجيب المواطن، على اعتبار أن هناك بدائل كثيرة لسد العجز بعيدا عن هذين الخيارين. هو ان شاء الله ما في عجز بالميزانيه، يعني هذا الكلام اللي قاعد نسمعه، عرفت؟ والنفط الحمد لله قاعد يرتفع والامور طيبه. عجز الميزانيه على قولتهم هذا شيء قاعد نسمعه بس، لا اكثر ولا اقل. زياده انتاج النفط ما تمر على جيب المواطن. يعني انا عندي كمثال، انا اشتغل بالحفريات واعرف شنو النفط اللي قاعد يطلع. ما في ميزانيه، يعني ما في عجز. لا، مساعدات برا، ما انت محتاج مساعدات برا، انك تخفف مساعداتك حق برا انت. مو يساعدونك، لا انت تخفف مساعداتك حق برا. المفروض على الحكومه، صح، في يعني مصادر كثيره في البلد، يعني لازم تخفف منها. ليش دائما في اي مشكله تصادف فيها الحكومه تصادفها على طول جيب المواطن؟ طبعا هذا ما حد يرضى فيه صراحه، وناس بشر الان الامور قاعده، الدول انهيارات الاقتصاديه الى ما لا نهايه، فما بالك تي ضايق المواطن والمقيم والناس اللي عايشه يعني. فعندك اشياء كثيره، يعني المفروض الدوله تقلل المصادر اللي من الانفاق منها. يعني صراحه، يعني خلينا نتكلم الصراحه، يعني من كبير الى صغير. البلد الحمد لله في خير، موارد النفطيه تغطي، مو بالكويت، تغطي دول الخليج كافه مجتمعه. فمشكله الحكومه يطالعون جيب المواطن، شنو تبي من جيب المواطن علشان تاخذ منها توفر ميزانيه ملياريه؟ كم؟ 100 دينار 200 دينار عشان تاخذ عشان توفر؟ ما راح توصل حتى مليار. بالعكس، المفروض الميزانيات رخاء للبلد، رخاء للمواطن. بيوت اسكانيه لحد الحين ورقيه، الناس ناطره بالمطلع تبي تنفسون. مشكله الحكومه تبي بس تطالع جيب المواطن. والله هو الترشيد بالوزارات، يعني في كثير مصاريف بالوزارات ما لها داعي. مثلا في سيارات يصرفون المدراء ما حد مستحقها يعني،
وفي امور كثيره يعني. انت بتقول اليوم عجز ميزانيه ويطلع لك وزير ماليه يقول لك ما عندنا رواتب وعندنا هذا وتخفيض الدعوم ورفع الرسوم والضرائب بالطريق جايه، هذه كارثه راح تشكل مصيبه كبيره في الكويت على الشعب الكويتي. هذا من الاخطاء الكبيره خلال السنوات الماضيه، الحكومه للاسف ما عالجت الهدر في الميزانيه. اكو فساد كبير في الميزانيه العامه للدوله. ليه الحين خلي يفتحون تقارير ديوان المحاسبة، ليه أمس وأنا قاعد أشوف تقارير ديوان المحاسبة ملايين الملايين الملايين للأسف تهدر ولا وماكو أحد يتكلم عنها. أنا رئيس الوزراء ما أجيب الوزراء وأقول لهم ليش أنتوا ما تعالجون الخلل الموجود في تقارير ديوان المحاسبة. الآراء أجمعت على أن تصحيح وضع العجز في الميزانية يحتاج إلى تصحيح الوضع الاقتصادي. الآراء الشعبية أجمعت على رفض تقليص بعض الامتيازات التي يحصل عليها المواطن ورفض تقليل الدعوم الذي ينتج عنه زيادة الأسعار. لقناة ATV العدالة، خالد الفارس.